في قلب الصحراء ولد الحلم، حلم نسجه الآباء والأبناء من خيوط الشمس ورمال الصحراء وشموخ الوطن. إنه الحلم السعودي، ذلكم الحلم، ذلكم الحلم المتدفق الذي فاض عن الحاضر فامتلأت به عيون المستقبل. ما كانت رؤية مجردة، بل استلهاماً للماضي العريق واستشرافاً للمستقبل المشرق. نشجع ونبتكر ونبحث لنطور في صناعاتنا وفقاً لرؤيتنا. جلبنا العالم لنخلق تجارب فريدة بثقافة متميزة. أتقدم بعظيم الشكر لقائدنا الملهم سمو سيدي ولي العهد حفظه الله، والذي بدعمه وطموحه وعزمه سنواصل العمل الجاد لتحقيق النجاحات لرياضة الوطن الغالي إن شاء الله. استقبل رواد الفضاء السعوديين موعد الانطلاق 21 رائدين ريانا بارناوي الكورني ستسجل تاريخا بمداد من ذهب ورفع مستوى الاهتمام بالفضاء لدى الأجيال الناشئة. ومن ثقافتنا الأفق اللامتناهي، إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. هناك قفزات فلكية، وهذا الشيء بلا شك سوف يستمر، لأننا نعيش بين شعب جبار وعظيم. لا أعتقد يوجد أي تحديات أمام الشعب السعودي العظيم. ولا تختلف مشروعاتنا عن الركب، فهي تجسيد لثورة حضارية حقيقية، لنكون الوجهة التفاعلية الأولى من نوعها على مستوى العالم. أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. المملكة العربية السعودية سوف تكون مختلفة تماماً. حققنا إنجازات كبيرة جداً، نحقق أكثر، ومن ازدهار لازدهار إن شاء الله. لدى السعوديين همة مثل هذا الجبل، همة السعوديين لن تنكسر إذا نهد هذا الجبل وتساوى بالأرض. معالم حضارية تجسد حلمنا الكبير بمستقبل زاهن، ببنى تحتية تسابق الزمن نمواً وتطورا، ليلتقي الماضي والحاضر ويتحقق الحلم.